المرأة بعيدها العالمي والمرأة اللبنانية أيضا بتستحق المعايدة، وإذا بدي هيك استشهد بقول أحدهم بستشهد بقول فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، يلي امبارح كان في احتفال بالقصر الجمهوري وتوجه للمرأة وقال لها ما تنتظري انه يتنازل لك الرجل عما يعتبره دوره وحقه، وقال لا تنتظري ان يعطى دورك كمنحة او هبة من خلال كوتا، خذي المبادرة، اعتلي المبادئ المنابر، افرضي حضورك، خذي غمار السياسة من باب الفاعل للمتلقي. وأنا بزيد على فخامة الرئيس طبعا شكرا، وبالتالي يعني اللي ترشحوا على الانتخابات النيابية طبعا أنا بدي أتمنى لهم، خصوصا الزميلات الإعلاميات وكل سيدة ترشحت بدي أقول لها الله يوفقك، وبالتالي هيدي بداية حتى المرأة اللبنانية اللي ثبتت بكل القطاعات أنها ناجحة أنها كمان يكون لها دور بالعمل السياسي اللبناني. فتحيتي لكل النساء في لبنان من ربات البيوت إلى العاملات، نحن منقلكم كل عيد وأنتم بخير وتضبوا بصحتكم على الأكيد. ولا أكيد المرأة اللبنانية في أستراليا كمان بدي حييها اليوم، واليوم وقفتنا مع الأحزاب اللبنانية وكان لنا كمان وجود بالبرلمان في سيدني بدعوة من النائب المعارض لوك فولي يلي حب على عيد مرمرون يكرم الموارني، فدعينا إلى غداء في البرلمان وبالتالي بحضور طبعا سيدة المطران مطران أستراليا وأيضا الكهنة وسيدة المطران منير خيري اللي كان موجود وإعلاميين وفاعليات مارونية. رح نشوف سوا هالروبورتاج. كثير مبسوط انه انت معنا تري ريبيكا اند الام تي في، اهلا وسهلا على البارلمنت بنيو ساوث ويلز وباستراليا. نحن كثير تري مبسوطين ان ساي هابي فيس داي وكل عيد وانتم بخير على سانت مارونز داي. هلا اكثر شيء عم نسمع خصوصي بس ده اللي روح لعند اهلي عم يحضروا الام تي في عم نشوف قصه الزباله، يعني البلديات بلبنان يمكن ما الدولة والحكومة، البلديات هني أهم شيء لازم هلأ يمشوا بقصة الزبالة بلبنان. يعني لبنان is a natural wonder، كتير مهم لبنان معه natural wonders والlandscape تبعه mountains السي كتير beautiful. بتحسي كيف بتحلوا هون النفايات؟ هلا هون البلديات معهم كونتراكتس مع كونتراكترز، يعني معهم مع هالكونتراكترز بيجوا بيلموا الربش، بنقسم الربش عايتين كل بيت معه ثلاث ربوشي، يعني وحده للجابج وحده للريسايكلينج للورق والكابود. كثير هيني بس عقل، يعني وانا خلقون هون باستراليا بس وقت ما كنت صغير بي ياخذنا على لبنان وتعلقنا بلبنان، ونحن هلا ان شاء الله اولادنا كمان عم يتعلقوا وما تفكروا نحن ناسين لبنان. لبنان اسال يعني our country our homeland. انا كنت نايب شي 23 years، هلا خلصت من شي 4 سنين، وكنت محامي سوليسيتر باريستا 10 سنين قبل. هلا هنساعد the church، لبنان هنتمشي، مانا كل شيء خلصت بس هنتمشي ان هالطريق احسن من الطريق تاني. رح تشجع اللبنانيين باستراليا ينتخبوا بستة ايار؟ لازم بيحطوا اسمهم ولازم بيحطوا مين بدهم، هيدي ديموكراسي. بلبنان هلا بيشوف انه نحن عنا باستراليا كمان شعب لبناني وجالية لبنانية كمان قوية، وكلنا بنجتمع مع بعضنا منشان ننبسط مع بعضنا ومن الاحتفالات. لو بده يكون الفيستا مثل اليوم، لو بده يكون عيد، لو بده يكون شو ما كان، نحن جالية كتير قوية. اوف كورس بنشتاق للبنان وقلبنا بلبنان، بس كمان هون حياتنا باستراليا.
I am the only Maronite Catholic Member of Parliament in New South Wales, and I'm very proud of that. My parents came to Australia, and this is a very special occasion. I've been to Lebanon a few times, and I want to certainly go back there this year. أنا إلي هون 58 سنة بأستراليا. نشاطنا عملنا نشاطات كتير. نحن عملنا مسرح، كان عنا فرق دبكة، وعنا متخصصين يعني دكاترة في السياسة في الاقتصاد، وربينا أجيال يعني في أستراليا. شجعتوا للتسجيل؟ بتشجعوا للتسجيل؟ عنا سجلنا لحتى ناخذ حقوقنا الانتخابية. وجود الأحزاب كتير مهم بالجالية، يعني إذا بدك إذا خدنا الانتخابات اليوم لو ما في أحزاب ما كان صار في تسجيل بأستراليا، لأنه ما بقى في ثقة كتير بالدولة. يعني ما لازم نقول هيك، بس هيدي الحقيقة. إذا بدك اليوم عن يقولوا 84 ألف الانتشار، لو في اهتمام أكتر من الدولة بالسنين اللي مرقت كان مفروض يكون في 50-60 ألف هون بأستراليا بس. الدورة الثانية إذا الله راد، اللي عم طالب فيه إنه بالقانون هلأ اللي صار جديد إنه يطلع لنا نحنا كمغتربين 6 نواب بالاقتراب. هيدا يعني عن جد حرام كمغتربين. شو بده ينفعونا 6 نواب نحنا هون؟ بدنا نحنا ننتخب نوابنا بلبنان، نحنا مثل اللبنانية، نحنا لبنانية أكشلي. الدولة اللبنانية ما عطيتنا وقت كافي لحتى ناخد وقتنا ونسجل عدد أكبر، لأنه جيليتنا حوالي 500,000 بتسجل بتصور 12 أو 13 ألف. كان بدنا شوية وقت أكتر. دولتنا تحسسنا أنه الانتشار موجود وإله تعطي قيمته، ما تحسسنا أنه نحن بس البقرة الحلوب بتعوزنا وقت اللي لازم تعوزنا. نحن لبنانية وإلنا حقوقنا، ولازم يكون حقنا مثل كل مواطن لبناني عايش بلبنان لو كنا عايشين بالاغتراب. دايما بيكون عنا في اجتماعات نحن ونواب ونحن وزراء، وبنوصل شو بتعوز الجالية اللبنانية بالأخص اللبنانية، بنقلهم شو مطالبنا، بنتفاعل نحن وياهم. أكيد إذا في شيء قوانين جديدة، قوانين ما عم بيفهموها اللبنانية، لأنه في عالم جاي جديد مثل ما بآخر مرحلة من الحروبات وعم العالم عم تجي على أستراليا جديدة، ما عم بيعرفوا القوانين وما عم بيعرفوا يفسروها، بنساعدهم بهالمجال. طبعا شغلتنا كأحزاب بالأساس أنه نحاول ننقل الرؤية الصحيحة للحزب في لبنان إلى رفاق في سيدني أو في الاغتراب بشكل عام ولجماهير هذا الحزب، وبنفس الوقت نحاول نقرب الناس الآخرين مما نحن نطرح في لبنان. صعبة في سيدني؟ الحقيقة أول شيء كان صعبة بالتسعينات، كان جدا صعبة، بس من 2005 بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري اجتمعنا الأحزاب، لاحظنا أنه آخر شيء لازم نتخطى خلافات صغيرة، نطلع برة اللعبة الصغيرة ونكون على مستوى الوطن. عطول الأحزاب بدل عندها تعمل اجتماعات، تعمل باربيكيوات، تعمل حفلات، تعمل ندوات ثقافية، بتعمل ندوات سياسية، ندوات اجتماعية، بتجمع العالم عطول وبتوصل الرسائل الموجودة هون. إذا العالم ما عم توصلها بتوصل إياها، حتى الرسائل من لبنان بتوصل إلى هون، وبتخلي العالم إنه قريبة على بعضها. وتقريبا الأحزاب هون كلها يعني بتتلاقى على القضايا الاجتماعية والإنسانية، ما بنحكي سياسي. الأحزاب اللبنانية هون إلى تأثيرها. نحن دائما نحن كمردة ندعي للوبي، ودعينا للوبي وعطونا ندعي نكون ايد واحدة، وعم نشتغل على الشيء كتيار مردة نكون نعمل لوبي للأحزاب كلها تتأثر بالأحزاب الأسترالية، لأنه نحن بالنهاية كلنا بيجمعنا القضية اللبنانية والوطن الأم لبنان. الجالية اللبنانية بأستراليا متوحدة إلى حد ما، بس عندها دايماً عتب على الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية ما عم تنظر لنا نظرة مواطن درجة أولى مثل المواطن بلبنان، يعني دايماً بتعتبر أنه لحنا هالصندوق البريد، هالمغترب اللي جاي يصرف مصاري بالصيف يقضي شهر شهرين عند أهله ويرجع، وهالمغترب اللي بده يبعث مصاري على لبنان
فقط لغير. يعني لأول مرة بيجينا أمل أن ننتخب بأستراليا، نحقق حلم ناطرينه صرنا زمان. هيدا الأمل منتمنى يتحقق ومنتمنى يبقى مثل ما هو، لأنه بيصير عم يربطنا أكتر ببلدنا، عم ينقلنا أكتر، عم نحس أنه إلنا وجود، مش بس بدنا نبعث مصاري لأهلنا، والدولة لازم تنظرنا أكتر. يسدني يعني مثل ما قال الأستاذ أسعد، نحن صورة عن لبنان، جزرنا هونيك بعدها، يعني بعد ما انتقلنا لهون بشكل كامل، يعني اللي بعدها جزرنا هونيك، وارتباطنا هونيك كامل 100% يعني مع هونيك. أستاذ معوض، كان في صعوبة عند اللبنانية تقنعون؟ شيء أكيد في كتير صعوبة، لأنه مرقت كذا دورة متتالية نسجل لهلا ما يصير انتخاباتي أجلوه، رجعنا تعذبنا كتير، وكتر خير الله ماشيين على طريق الصحيح. وجود الأحزاب بأستراليا هو تواصل وجسر رابط بين الجالية اللبنانية وبالاغتراب والوطن الأم، ونحن هون كأحزاب عطول متهاون مع بعضنا ونشتغل مع بعضنا دايما مشان خير الجالية، وكمان نتعامل مع الدولة الأسترالية مشان خير لبنان. ومن إحدى الجسور اللي هلأ اشتغلنا عليها هو الانتخابات بلبنان، وانه بحق له المغترب انه يصوت ويعطي صوته هون باستراليا. نحن الجمعيات عم نلعب الدور انه بيجي اليوم شخص رفيق او حدا من لبنان بنمد له يدنا لحتى نساعده ونشوف في انتساب للاحزاب من قبل اللبنانيين هون. بالاجمال هالجيل الجديد مثل ما حكينا سابقا، الجيل الجديد عم يحجج بيو وامه انه بيتعاطى معهم، بس وعيهم انه كسياسي انه عاملينها مثل انه مؤسسه او جمعيه خيريه او هيك لحتى ان يلتقوا مع بعضهم. شهيد رفيق الله يرحمه كان كتير مركز على قضيه الشباب والعلم والتعليم وانخراط الشباب بالمجتمع وتاسيس المجتمع، ان كان على الناحيه الاجتماعيه او الاقتصاديه او حتى السياسيه. فنحن كمان هون بمنسقية سيدني بدنا نعكس هاي الأوبجيكتيفز وهاي الصورة، فكتير مهم مثل في عنا نحن بالمنسقية شباب كتير واعدة في جميع المجالات، فبالوقت الحالي عم نجرب نحن نجذب هاي الطاقة، لأن المستقبل حقيقة إن كنا بلبنان أو هون مبني على هاي الطاقة الشبابية، فالشباب عم بيلاقوها يعني فرصة يكون في صلة تواصل بين المهجر وبين الوطن الأم. دائما نحن لما بنعمل مهرجاناتنا بنعمل يعني ندعيهم، بنعمل دائما احتفالات بمناسبات بتخص لبنان. نحن هون أخذنا قرار، كل الأحزاب أخذت قرار إنه كل شيء بيصير بلبنان، كل المشاكل ما بتطالنا ولا بتأثر علينا، نحن خط واحد وإيد واحدة وبنشتغل كرمال بلدنا، نحن بوحدنا لبنان. بعتقد معالي الوزير باسيل تعب توصل صوت، ترجع صوت اللبناني للمغترب، فنحن انبسطنا كتير وسجلنا قد ما منقدر. للأسف بعد شي في ناس ما قدرت تسجلت، وكنا منتمنى انه يجددوا التسجيل ويطولوا أكتر. طبعا الأحزاب اللبنانية موجودة وفاعلة في سيدني بتلتقى مع بعض، نحن التقيناهم مع الكل وأخذنا صورة تذكارية مع الكل وجمعنا الكل، والهم واحد دايما هو لبنان. وطبعا الكل كان عم بيشجع للتسجيل، وسجلت سيدني أكبر عدد من اللبنانيين اللي تسجلوا حتى يمارسوا حقهم الانتخابي في سيدني، وبالتالي وهالمرة متفائلين أكثر من المرات السابقة، لأن المرات السابقة تسجلوا وما صارت انتخابات، هالمرة متفائلين أكثر. وبالوقت ذاته ووزير الخارجية جبران باسيل رح يكون بمؤتمر الطاقة، يعني التقى فيهم مع الأحزاب مع الفعاليات مع الجالية بتسعة وعشرة أدار لمؤتمر الطاقة الاغترابية، وأكيد رح يكون الطبق الأساسي هو الانتخابات النيابية. طبعاً كمان مطلبهم أنه ينتخبوا نوابهم من لبنان ما يكونوا خارج لبنان بفضلوا أكثر، وهيدي في إجماع عليها حتى من رجال أعمال يلي لقيناهم اللبنانيين. فاصل ومنتابع.
منتابع الحل عنا عبر الام تي في على 044444444. ما بعرف اذا في حدا على الخط حتى ما نتره. نقطع الاتصال بهالوقت. بدي اقول انه وصل لي ملف. ليكو شو كثير هالملف. ولكن شو بيقول؟ موقف عام ضد المولدات الكهربائيه الموضوعه حديثا على القرين 2400 و594 من منطقة الرمال في بيروت الإدارية، وسلم الكتب والاعتراض إلى مدير عام وزارة البيئة، مدير عام وزارة الصحة، مدير عام وزارة الداخلية، مدير عام وزارة الطاقة، ومحافظ مدينة بيروت. نحن عم نشوف موقع هالمولدين الحديثين إذا بدي أقول على العقارات رقم 2225 2252 2250 576 579 593 844 وبالتالي 845 2396 2397 بمنطقة الرمال العقارية. الاعتراض بيقول انه من 5 سنوات تعرضوا لكافة الأضرار المتأتية عن وجود مولد كهربائي بوسط مساحة بتلتف حول ما لا يقل عن 10 أبنية نقطتها ما يفوق 200 عائلة. توصلوا طبعا من خلالنا بالعام 2012 إلى إزالة هذا المولد اللي كان موضوع على الفضل العقاري رقم 2400 حين نقلوا أصحابه للطابق السفلي من البناء الواقع على العقار 593 دون أن يلغي ذلك التدبير كافة تأثيرات المولد. بعد كل المعاناة يلي عانوها السكان عاد الوضع إلى ما كان عليه سابقا من خلال وضع مولدين كهربائيين بدل الواحد، وعم نشوفهم بالصورة بطاقة إنتاجية عالية جدا على الفضل العقاري نفسه 2400، وبالتالي متجاهلين القرار السابق المشار إليه وكأن هالقرار مدة صلاحيته محدودة، وبالتالي من أجل الاستفادة المالية الشخصية. من هيك اليوم في اعتراض موجه طبعا لكافة المعنيين لإعادة النظر بهذين المولدين، لأنه في اعتراض أولا بيأثر على السلامة العامة، موجود بالقرب من حوالي 10 أبنية سكنية، موجود قرب باركينج في أكثر من 10 سيارات، وبالتالي خزانات المازوت كمان ملاصقين. من هيك اليوم أنه مطلوب استجابة لطلبهم ولاعتراضهم لدى المعنيين، وطبعا التواقيع كلها موجودة من قبل كل السكان، وعندي صور من اللي عم تشوفوها كمان أنه بيدلوا على مدى الخطر اللي حاصل، على أمل يستجاب إلى طلبهم ونداءهم. اتصال. ألو ألو ألو. أهلا مدام. كيفك مدام ريبيكا؟ الحمد لله. أنا بعيدك اليوم. مرسي على مرسي نعيد عليك انت كمان. تفضلي مدام ريبيكا. كان عندي مشكله عم واجهها مع بنك. نعم. بنحط مبلغ مثلا مبلغ بنروح بدنا نلاقي انه ناقص. كيف ناقص يعني بعدين سالنا ليش قال في كش في قطع حساب بالشهر 3 دولار نحن بنحط المبلغ لحتى نستفيد ليطلع لنا فايده، مش لحتى ياخذوا هني فايدة. يعني عم يقتطعوا من حسابكم؟ ايه نعم. كل شهر 3 دولار. اها. طب هيدا ما صارتش هيدا، انا بزمان كمان بغير بنك سكروا الدفتر انا من دون ما قالوا لي واخذوا نص الحساب علي، ما بقى لنا ثقة حتى بالمصرف. ايه مدام سؤالي لإلك، لما بتروحي على البنك ما بيفسروا لك يعني لما حطيت؟ إيه لا هيك ما قالوا لي، اليوم قالوا لي الموظفة قالت لي هن كان لازم يقولوا لك. ايه مفروض يقولوا لي يعني مفروض انه يبلغوا طبعا الزبون عندهم انه لانه كل شيء بيعملوا بدك تمضي عليه يعني انت تبلغتي. لا حتى ما قالوا لي، انا لو قالوا لي انه في مثلا هذا خساره ما بحطهم، انا مش هحطهم باجي، انا بعمل اجي بالبيت مبلغ كثير قليل لي ولا بنتي بالبيت، يعني نحن من طبقه الخير ما معنا مصاري، بس انه بدنا شوية مثلا يعني اذا كان كتير. إذا كان بتروحي بتلاقي البنك عم ياكل نص من بدون ما خبر. مدام إذا كان هذا قرار صادر عن مصرف لبنان أو جمعية المصارف، يعني إذا كمان كل المصارف عم تعمل نفس الشيء بيكون هذا قرار يعني عم بيلتزموا فيه. أنا ما بقدر جاوب، أنا رح أسأل عنه إذا كل المصارف ولا في مصارف دون أخرى، يعني أنا ما بقدر جاوبك. أنا رح أسألك يعني أنا رح أسأل عن يعني الموضوع إنه كيفية اقتطاع من حساب أي شخص شهريا 3 دولار أو دولارين أو ما بعرف اللي هني ولأي أسباب. أوكي هذا يا سؤال بدك إياه، ما هيك؟
يمكن قطع الاتصال. كمان اتصال. الو. الو. اهلا. بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. وحياتك. بالنسبه لموتورات الكهرباء ايه؟ منطقه الدكواني. نعم. انه الشهر الماضي مثلا الموتور كان 90,000 عنا، هيدا الشهر دفعنا 70,000. تسألي بغير مناطق أتخن موتور بياخد 60,000 إذا أخذ. لا ليكي، تقلك شغلة، أول شيء بيحتسب حسب ساعات القطع، يعني لأنه في الوزارة عم بتحط كيف عم تحتسب المازوت مع يعني التكاليف إذا بدك والكيلووات، وبعدين بتنحسب مع حسابات القطع. مثلا ببعبدات يعني شهر الماضي الخمسة أمبير كان 57,000، هذا الشهر تفاجأوا بأكثر من 72,000. يعني عم قلك يعني ما بعرف كيف عم تحتسب حسب ساعات القطع تبع الكهرباء. مع العلم أنا يلي عم يتصل فيي عم بقول ما عم تنقطع، يعني أنجى 4 ساعات مش عم تنقطع حتى، يعني من هيك متفاجئين لا عم تطلع الخمسة أمبير عالية. على كل حال بسألك بموضوع الدكواني إنه هذا الشهر 70,000 مفروض يكون برأيك 60,000، يعني هذا لهذا السؤال إنه كان 90 نزل لـ70 هلا غير ما طارح 60 لا عندكم 70. ما بعرف. وفي في أوقات عم بتكون أقل بكتير بمناطق حدنا دغري. إيه. بتكون أقل. بتكون 50 بتكون 60، نحنا بندفع بالـ75 80 90. نعم. نعم. هلا وين التوك ماني عارف. يعني هلا انا اللي بعرفه انه دائما البلديات هي بتراقب، يعني في عدادات، وبالتالي بدا يعني الدوله اللبنانيه كل اخر شهر بتحدد الحد الاقصى والحد الادنى، وبتحدد قديش سعر الكيلووات كلف، قديش كان سعر تنكه المازوت الاخضر يلي يستعمل، عرفتي؟ صح. يعني هيدي بتجي هاي العمليه الحسابيه من هيك بتختلف من منطقه واخرى حسب ساعات القطع. بس على طول على طول على طول هون عندنا من $10 لـ20,000 25,000 زياده عن كل المنطقة. هون صرتي بدك تتوجهي لحمايه المستهلك حتى هن يراقبوا الموضوع، حتى يراقبوا ويتحققوا، يعني هن بيجوا بيكشفوا بيتحققوا من الموضوع كحمايه مستهلك. اوكي ميرسي مدام. اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو. الو. وي تفضلي. الو. تفضلي. انا عم بحكي مواطنه من البقاع. ايه اهلا وسهلا فيك. قلت لك حبيبتي، قلت لك على اسعار الادويه. شو بقول انه رخصوها؟ بس ما رخصوها، بعدنا عم نجيب الادويه تبع الضغط غاليه عم بغلوها. مدام في ادويه رخصت بس مش كل الادويه رخصت، عرفتي؟ صار في من سنتين لليوم صاروا مخفضين حوالي 900 دواء من سنتين لليوم، يعني مش بهذه الفتره بس. بس مش كل الأدوية طال التخفيض، عرفتي؟ هلا ما بقدر أعرف شو هي الأدوية، بس في أدوية ضغط في قلبي. أنت كل ما نروح لنجيب بيقولوا لنا لا غليت. يا عمي ما عم بيقولوا لي رخصت. أنت ما دام عم تحكي عن، أنا ما بعرف شو هي الأدوية اللي انخفضت، بعرف إنه من سنتين لهلا في حوالي 900 دواء تخفض سعرهم، ما بعرف إذا كمان أدوية الضغط منهم. ولا دواء بجيبه أنا باخذ 6-7 أدوية، ولا دواء اللي بجيبهم أنا رخصوا، كلهم عم بغلوهم. كل شهر بغلوهم 3-4 آلاف ليرة كل دواء، مش معقولة كمان هاي. ما فينا معك حق، يعني معك حق، بس أنا يعني هو ما إجا التخفيض على كل الأدوية، هذا اللي بدي أقول لك إياه. ما إجا على كل الأدوية، على بعض الأدوية. على بعض الأدوية. إيه مش كل الأدوية. ما بدنا نعرف أي أدوية لحتى نقدر ناخذ منهم. هيدي بدك تشوفي حكيمك. اهلا وسهلا فيك. يعني الحكيم بيقدر يعطيكي دواء بديل اذا بدك يكون ارخص، يعني جينيريك اذا بدك. ولا فيش يعطيني ارخص لان الضغط انا عندي. هذا الشيء بيرجع لطبيبك مدام، انا ما بقدر، انه انا عم فيدك بس شو صار. طبعا بختام هالحلقه بدي ارجع جدد معايدتي طبعا للسيدات والنساء اليوم، للمراه بحد ذاتها بعيده، بعيده العالمي، بدي احييها وين ما كانت موجوده، وبدي اقول لها انه انت حقك لازم تطالبي فيه ولازم تكوني حاضره بالمجتمع كانه انسان عندك كامل الحقوق كاي مواطن لبناني اخر. بعطيكم موعد بكره، الى اللقاء.